وأمننا واستقرارنا ومقامنا، ووفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما قدموا للمعتمرين والقاصدين والزائرين. اللهم وفق المرابطين على سمورنا وحدودنا، وانصرهم نصرا مؤزرا، وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وسدد رأيهم ورميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح أحوالهم واحكم دماءهم وكل المستضعفين في كل مكان، وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، وانصرهم على الغاصبين المحتلين المعتدين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، وأعلي بنيانه وقوي أركانه، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، واحفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعز من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، فيكتب له عظيم المثوبة والأجر، وينحى عنه كل ذنب ووزر. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا.